السلام عليكم. هذه إقامة سكنية جديدة في وهران، تقع في وهران، ويعني الأكيد مؤكد أنه التنمية العقارية في ولاية وهران وخاصة في مدينة وهران راهي تعرف يعني طفرة كبيرة جدا. إن شاء الله ننجوز إلى الطفرة النوعية إن شاء الله، و يعني أمانينا ويعني كل آمالنا متجهة نحو الولايات الأخرى لتحدو حدو مدينة وهران وولاية وهران في تطوير البنى التحتية وتطوير خاصة العروض السكنية في إطار نظام عمراني وفي إطار تهيئة حضارية وتهيئة عمرانية، يعني تمشي باراليل مع بناء يعني الأحياء السكنية. إن شاء الله هالويكاين بعض الولايات تتأخرت شوية، لكن إحنا ماذا بنا المطورين العقاريين المتواجدين في يعني وهران والغرب الجزائري مستغانم أن ياخذوا مشاريع في ولايات أخرى، يعني يصدروا تجاربهم إلى الولايات الأخرى لكي تكون فيه تنمية شاملة إن شاء الله في هذا المجال. والسلام عليكم.